السلام عليكم، يا مرحبا بالجميع. سأبدأ في أولى حلقات هذه السلسلة بالحديث عن كاتب عاش في القرن التاسع عشر، كاتب روسي مبدع يعتبر واحدا من أعظم الأدباء في التاريخ. المهم، تتناول كتاباته العميقة والمعقدة قضايا الحياة والنفس البشرية بطريقة فريدة ومدهشة. إنه كاتب قل نظيره في الأوساط الأدبية وفي زمانه بصفة عامة، إذ أنه يترك أثرا قويا في قلوب القراء ويجعلهم يتأملون في معنى الوجود والمصير وما إلى ذلك من الأمور، وهذا بالتحديد ما جعله يرتقي ويتميز ويتفوق على كل من عاصره من الأدباء. أعماله تتحدث عن الحب والتوتر والشجاعة والقسوة والتضحية والمعاناة البشرية. حقا إنه كاتب يستحق الاكتشاف والتطرق إلى أفكاره العميقة. فمن هو برأيكم؟